سيد الوزير، تم أمس في المجلس الحكومي المصادقة على مرسوم يقنن الوكالة الوطنية ضد المنشطات. المغرب انخرط في هذه الاتفاقية الدولية ديال اليونسكو اللي صدرت 2005 وصادق عليها ونشرت في الجريدة الرسمية في سنة 2011. النص ديال القانون 97-12 جاء سنة موراها اللي توجد، ولكن بقى في الرفوف حتى السنة الماضية عند اشتغلت عليه أنا شخصيا وتمت المصادقة عليه في مجلس النواب. ودابا المسلسل الأخير هو المرسوم التطبيقي لإحداث الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والأدوار اللي خصها تلعبها والطريقة ديال يعني البريليفمون ديال هادشي ديال ما يخص الدوباج يعني المنشطات والتحاليل اللي خصها تعمل الى غير ذلك، والحقوق ديال الرياضيين والحقوق ديال الجامعات الرياضيه والحقوق ديال الدوله المغربيه وكذلك المنظمه العالميه لمكافحه المنشطات. هادشي كلشي داخل في هذا المرسوم. الان غادي ندوزو للتفعيل واحداث هاد الوكاله. هناك سيد الوزير بعض الرياضات اللي هي اكثر تعرضا لهاد المنشطات. هاد الوكاله الابحاث فعلا قضيه تقوم بالتحسيس، لكن تهم جميع الرياضيين وفي اي وقت عندها الحق الوكاله وتمشي تعمل هاد تاخذ العينات ودير لهم التحاليل. احنا عشنا مؤخرا واحد المأساة ديال وفاة جوج ديال الشبان اللي استعملوا بعض ما يسمى بالمكملات الغذائية اللي دخل السوق زاد السوق بشكل عشوائي. الان غادي تحدد اللائحة ديالهم بصفة نهائية وسيمنع استعمال ديالهم حماية للشباب ديالنا والاطفال ما كيعرفوش، وكاينين اللي هادوك ما دي برودوي كوميرسيو يعني تجارية، منتوجات تجارية كتباع غير مقننة ومضرة بالصحة. سيد الوزير، هل سيكون لها غتعطي عقوبة زجرية في حالة ضبط حالات من هذا الغش الدوباج؟ وثانيا هل ستكون لها مصداقية ومعايير دولية كما نرى في بعض البلدان؟ القانون دابا ماشي المرسوم، القانون يعني طرق المجموعة ديال المقتضيات كتبدا بالتأديب مستوى الرياضي الى الجنائي. فانا كاين الحالات العودي الى غير ذلك، والنص يعني وضح النص تمت صياغته يعني مع احترام التزامات المملكه المغربيه في الاتفاقيه ديال اليونسكو اللي صادقنا عليها، وهي اتفاقيه متعدده الاطراف اللي هي انتاج ديال المنظومه العالميه ديال محاربه مكافحه المنشطات. فبالتالي الوكالة ديالنا عندها نفس الدرجة ديال جميع الوكالات الدولية المتخصصة في هذا الميدان، وعندها الحق أنها تمارس بنفس الأسلوب ديال كيبقى التحاليل. احنا كان هدفها أخذ العينات، التحاليل كلها كتجرى في مختبرات معترف بها دوليا كتواجد كاينة غير في أوروبا ومكلفة جدا، بحيث أنا لو كيت دو بريليفمون راه كيسوى حتى 1000 درهم، لانا ليزاناليز يعني التحاليل كتسوى حتى شي 5000 درهم. سيد الوزير، اخذتم مؤخرا قرار فيما يخص كرة القدم وبما يخص الشبان او القاصرين، ان منعتم ان القاصرين ياخذوا ذاك المغامرة باش يمشيو ياخذوهم بعض البلدان باش يلعبوهم ويعطيوهم حتى الجنسية، والمغرب تيتضرر من هذه القضية. فعنا دعوة في المحكمة، يعني تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام للمملكة في هذه المسألة هذه بالتجار في البشر. لماذا التجار في البشر؟ لأن الأطفال والشباب دون السير القانوني لما كيلتحقوا بالمدارس التكوين الرياضي كيفما كان نوعها، إما تابعة للنادي الرياضي أو أكاديمية أو مدرسة حرة، فكاين واحد مجموعة الشروط، من هذه الشروط هي حماية هاد الأطفال هادو، وكاين عقد موقعة ما بين هاد الشباب والأطفال واليافعين ومراكز التكوين الرياضي. لما كيفوت السن ديال 15 سنة يعني كيولي هو عنده السن القانوني 18 سنة،
هو كيوقع هو شخصيا، هادو مغرر بهم من طرف مجموعه السماسره اللي خارج المنظومه ديال الرياضه، لان وكيل رياضي يجب ان يكون حاصلا على اعتماد من طرف الجامعه المعنيه، جامعه كره القدم، جامعه العدو الريفي، جامعه الملاكمه الى غير ذلك، هما المسموح لهم بالقيام بهذه العمليات كيتسمى ما يسمى باللغه الدارجه ديالنا المناجر، الوكلاء. هادو الناس اللي قايمين بهذه العمليه خارج هذه المنظومه لحساب دول اخرى وفيها التجنيس، علما ان هذوك الدول مع احتراماتي للجميع هاد الشباب ديالنا ما خصهمش يكونوا يعني فرص يتعرضوا يعني لشي تعسف معين.